السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عندنا طريق وفي طريق تاني هننزل من تحتيه، فهقول له ان انا عايز رود. وهنفترض مثلا الطريق بتاعي اهوت لحد هنا مثلا. طيب الحتة دي عايز ابدأ اوصلها مثلا، اخلي في هنا في زي دوار، فاقول له ده مع ده وراك كليك، يبدأ هو يعمل الدوار بالشكل دوت. طيب انا هنا عندي في مشكلة موجودة، في مشكلة، ربنا يجيب مشاكل. مثلا ديت عايز احركها كده شوية عشان مش هينفع تبقى عند الطريق. طبعا تقدر اول ما تعمل سيلكت عليها بيبدأ بقى يظهر الخصائص بتاعتها، بحيث لو انت عندك اي تعديلات تمام تقدر تغير في النوع، تقدر تغير في الشكل وهكذا. تمام تقدر تديله اسم معين، تقدر تحدد سبيس الفوتنج، تقدر تحدد الشكل بتاعه، ممكن تخليها على شكل حيطة بالشكل دوت، ممكن تقول له لأ ده أنا عايزها دروب كاب بالشكل دوت، وعايزها سيركل ولا ريكتانجل، وعايز العدد بتاعهم قد ايه، ممكن تخلي الكولوم سبيس قد ايه برضو وهكذا. فتقدر تغير كل الخصائص اللي انت عايزها. طيب انا عايز اخلي فيه وصلة من هنا لهنا، فانا عايز اعمل كونكشن من ده ودوت، فاقول له رامب ديزاينر اختار دوت، وبيقول لي اختار الطريق التاني، فبيقول لي راك هيبقى بالشكل دوت، فهقول له راك كليك عشان يبدأ ينفذ، فعمله لي بالشكل دوت، بحيث الناس لو هي عايز تخش على الطريق دوت تقدر تلف من الناحية دي. وبرضه نقدر نعمل واحد برضه الناحية التانية. طبعا في اشكال كتيرة، يعني اول ما بقول له رامب ديزاين بيبدأ يجيب لي اشكال، اقدر ادوس هنا واختار الشكل اللي انا عايزه، وبعد كده بحدد ممكن مثلا من هنا لهنا يبدأ يعملها بالشكل دوت.